أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعلن عن تحقيق دولة الإمارات إنجازا جديدا بتحقيقها أعلى رقم لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، حققت دولة الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 480 مليار درهم، أي ما يعادل 23 مليار دولار، رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم. وأضاف سموه أن الإمارات استحوذت في ريادة أو على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، كما أكد تقرير الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه. واختتم صاحب السمو تغريدته بالقول: تقديرنا لكافة الجهات التنظيمية والتشريعية والخدمية التي تقدم خدماتها لتكون الإمارات أفضل بيئة استثمارية عالمية، والقادم أفضل وأجمل، والعام الحالي سنحقق أرقاما تاريخية جديدة أيضا. أدام الله عز الإمارات ومجدها واقتصادها.